نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما يشترط في سجود التلاوة يا شيخ عفى الله عنك للإمام في الصلاة الغير جهرية، وما يشترط في سجود التلاوة للمفرد في الصلاة الجهرية، وما يشترط في سجود التلاوة للذي راكب سيارة أو ماشي في طريق أو من قبل هذا؟ هذا وجزاك الله خيرا. سجود التلاوة هو السجود الذي سببه تلاوة القرآن، وسجلات القرآن معلومة والحمد لله، مشار إليها في المصاحف، فإذا مر إنسان بآية سجدة فإنه يسن له أن يسجد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولخلفائه الراشدين. وفي الصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر، فمر بآية السجدة التي في سورة النحل، فنزل وسجد، وسجد الناس معه، وفي الجمعة الأخرى قرأها فمر بآية السجدة فلم يسجد، وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. فسجود التلاوة سنة، متى مر الإنسان في آية سجدة في أي وقت من ليل أو نهار فإنه يسجد، ولكنه لا يكبر إذا سجد، ولكنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل حتى التكبير إذا سجد فيه نظر، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يكبر للسجود ولا للرفع من السجود ولا يسلم، لكن ينبغي أن يكبر للسجود، لحديث ورد في ذلك يكبر للسجود لا للقيام من السجود ما لم يكن في صلاة، فإن كان في صلاة فليكبر إذا سجد وإذا رفع. أما سؤال الأخ عن قراءة الإمام آية السجدة في الصلاة السرية، فقد قال العلماء لا ينبغي للإمام أن يقرأ بآية سجدة في الصلاة السرية، لأنه بين أمرين: إما أن يسجد فيشوش على المأمومين، لا سيما إذا كان المسجد واسعا والمأمومون كثيرين، فإنه سيشوش على من وراءهم، أو أن لا يسجد فيكون قد ترك مسنونا. فالأفضل للإمام أن لا يقرأ آية سجدة، لكن لو قرأها فلا بأس، إلا أنه في هذه الحال ينبغي أن يشعر المأمومين بأن هذا سجود وليس بركوع، بأن يرفع صوته في بآية السجدة حتى يعرف الناس أنه ساجد لا راكع. وأما قراءة المنفرد لها الذي يصلي منفردا فإنه يسجد سواء في صلاة سرية أو في صلاة جهرية. وأما الذي يقرأها في السيارة، يقرأ آية سجدة في السيارة، فإنه يسجد أيضا بالإيمان ما لم يكن سائق السيارة، فإن كان سائق السيارة فلا يسجد، لأنه إذا سجد انشغل عن ملاحظة السير وألقى بنفسه التهلكة. نعم، جزاك الله خير.